بلا ما تفوتي انتي. مو فوت سوا، الله يخليك. ادعي ما يكون مراد، والله بموت اذا هو. يا الله. خلص اهدي اهدي حبيبتي، خلص. مو ابننا عمران شفته، مو ما في وحمة على رجله، مو هو مو هو. نحمد الله ونشكره يا عمري اللي جوا ماله ابننا. روقي حبيبتي، خلص. الله يخليك، لا تجيني على هيك مكان. الله يخليك، ما بدي اتوجع على هالولاد، ما بدي. مسكينة كتير أختك مريم، لأنه اللي هي مرقت فيه مو سهل، وجع وحرقت قلبها. أنا رح أموت، رح أموت. الله لا يختبر حدا بهالعذاب ووجعه. اللي صار كابوس رح نفيق منه وينتهي. الله يخليك، فيقني منه، فيقني لأني ما عاد أقدر أتحمله. لا تخافي يا مراد حبيبتي، هو أكيد منيح ورح يرجع لحضنك بوحدك. وينه يعني مراد؟ وينه؟ بحضن مين هلأ؟ يا ترى جوعان عم يبكي؟ مين داير باله عليه؟ كابوس يا روحي. ابني مو منيح بنوب مراد، ماله منيح بنوب. ماشي اهدي اهدي اهدي، جيبولي يا لاحضنه. رفيف رفيف رفيف، وقفي لوين بدك تروحي؟ بدي روح دور على ابن عمران. بوادك نلاقيه، انا خبرت كل الجهات وعم يدوروا عليه، رح يلاقوه حبيبتي. عمران أنا ما عاد عم بقدر أتنفس من دونه، عم موت، عم تفهمني؟ رح يلاقوه حبيبتي. بدي أروح دور عليه. شان الله روقي. الله يخليك، جيب لي ابني. الله يخليك، الله يخليك. حبيبتي حرارتك بتطلع، جسمك مثل النار يا روحي. لا إيه مراد، الله يوفقك. يلا عمران، يلا امشي ارتاحي بغرفتك. رفيف رفيف رفيف. أمي أمي، يا الله دخيلك، شو صار لك؟ اتصلي بالدكتور فورا. ماشي ماشي، فورا رح اتصل. يا الله دخيلك، يا رب تحميها. بنتي رفيف رفيف رفيف، خلينا نحملها لجوا. ماشي، احملها، ها مهلك. يلا ها.
مالك ابني؟ يلا شوي شوي اهدي بنتي. عمران تعال. ليه ابني حبيبتي؟ انا جنبك. لا تتركني. ما رح اتركك. شو معه؟ رفيف خانم عم بتعاني من ضغط الحليب وحرارتها مرتفعة بسبب الالتهابات. يا ربي دخيلك. كيف يعني؟ هالشي بيصير مع الامهات اللي ما بيرضعوا الولد طبيعي. الام لما ما بترضع ابنها تتشكل بكتيريا من الحليب الموجود وبعدين بيتحول لالتهاب. عمران مشان الله روح وجيب لي مراد لرضعه. الله يخليك. روح لي ابني مراد وبوسيدك بوسيدك. اهدي يا عمري، ما بصير تعملي بحالك هيك، لازم ترتاحي وتهدي شوي. لا تخافي، نحن رح نلاقي لمراد. حرارتها مرتفعة كتير ولازم تنزل فورا، يعني بدها دوش دافي مشان تقدر تتخلص من الحليب اللي عندها. طيب وفيها تستخدم أدوية شي؟ ما بصير، مولد جديد، بس إذا استمرت الحرارة وقتها منعطيها أدوية. بالأول لازم نتخلص من الحليب. ابني ماله جنبي عمران، أنا كيف بدي رضعه هو ماله هون؟ يا الله بترجاك رجع لي ابني لرضعه. ممكن تتركونا لحالنا لو سمحتوا؟ مع البشر تفضل. كيف رح نتحمل؟ كيف رح نتحمل؟ يا الله دخيلك ساعدنا. رجع لي ابني. دكتور نحن عنا جهاز للشفط، بيزبط شفط الحليب فيه مو هيك دكتور؟ طبعا بيزبط. شو ما كان اللازم اعمله فورا دكتور. إذا منضطر منرجع مندخلها على المستشفى. بنتنا حالتها صعبة كتير وأكيد هنيك رح يعتنوا فيها ويديروا بالهم عليها. مستحيل زياد بيك، أنا بدير بالي عبنتي، ما رح أتركها لحالها. حالياً فيها تضل بالبيت، وجود أهلها حواليها بيساعدها أكتر، وإذا حرارتها ما نزلت للصبح بدنا نلجأ للأدوية، وإذا ما تحسنت وقتها مننقلها على المستشفى. طبعاً حضرتك أدرى بالأحسن يا دكتور. شكراً. وهلأ بالاسم منكم، مع البشر. مع السلامة. رفيف بنتي، ليش انت من تختك يا عمري؟ لانه داخل اجواء امي. كانه احسن من قبل. ايه، لانه سحب الحليب من جسمها بيريحها كتير. رفيف حبيبتي يا قلبي، خبر البنات يجهزوا لك شي تاكلي. نعم. شكرا كثير لكم، نحن جايين فورا. مين ابني؟ هدول الشرطة؟ شو لقوا لحفيدي؟ ايه ابننا لقوه بالمستشفى. الدكتور قارنه مع الصورة اللي مع عمي مينا وعم بيقول انه هو نفسه. تعرفوا عليه من الوحمه اللي بجسمه. هو متاكدين انه هو؟ الدكتور عم بيقول انه هو. الف حمد وشكر. يلا عمران خلينا نروح لعنده. يلا امشي تعي. أكيد بعدهم موجودين بالمستشفى. الطفل كتير منيح وفيكن تشوفوه، تفضلوا.
وينه؟ وين راح ابني؟ ها؟ انتوا شو عملتوا بابني؟ اهدي شوي، احكي له شوف وين ابني. اهدي شوي لو سمحتي. انتوا متاكدين انه هون كان؟ ايه هون، من شوي كان هون. شافونا وصلنا فهربوا الولد، خبروا من المستشفى بسرعه. تمام تمام، وقفي شوي. ابننا موجود، ابننا ما مات رفيف، لساته عايش وبوعدك لاقيه، رح رجعوا لحضنك. طيران، خطوط النقل البري، شركات السيارات، سألوا بكل مكان، شوفوا إذا أختي مسافرة ولا لا، المهم تتأكدوا من هالقصة، مفهوم؟ أنا خبرت كل الناس بهاتاي وهلأ كلياتهم عم يدوروا. لا 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 تخبروا الشرطة أبدا، خلص لحنا من حلها، ما بدي حدا يعرف. تعي يا عمري، خلينا نطلع عجنينة لتشمي هوا. خلص أنا بطلع أمي. أنا مراد كان معي، لما أخذته ما كنت بوعي. مراد ابني، نشكر الله ونحمده. مراد يا عمري أنت، نشكر الله ونحمده. لك يا أختي، أنت شو عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ سامحني سامحني يا أخي، سامحني، ما كنت بوعي. عمي أنت متأكد من هذا الحكي؟ هلأ فهمت. تمام ماشي، يسلم. لازمك شي؟ ماشي الحال، شكرا لك. مو معقول طلع ابنه لك يا فيصل، هالشبي اللي عم نلاحقه طلع ابنه للعم داود، يعني اخوه لرفيف، وظهر لحتى ينتقم من اخته لان السبب بموت ابوه، وكان جاي لعند المختار لحتى يساله اذا بيعرف وين ساكنين، بده يقتل رفيف وينتقم منه. بعرف كيف نعمة على قلبي وعملت هالشي. بعد ما دفنت ابني تحت التراب فقدت عقلي وصرت أحقد عليكم. قلبي وعيوني كانوا مسكرين، كان قلبي محروق من جوا. قومي يا اختي قومي، فهميني انت كيف وصلتي لهالحاله، الكل بيحبك هون. كنت بدي اقتله، كان بدي انحرق قلبكم مثل ما انحرق قلبي. اللي قتل ابني رفيف وبدي انتقم له، رحت على المستشفى، دخلت على الأوضة وأخذت الولد وطلعت ورحت على البحر، كان بدي أقتله.
بس ما قدرت. ما قدرت، في شي منعني. كيف بدي ارمي والطفل عم يتطلع بوشي بكل براءة؟ بعدين اخذته لعند مهند وقلت لهم يديروا بالهم عليه، وبعدين حسيت على الغلطة اللي ارتكبتها. دخيلكم سامحوني. مريم، انتي شو هالعملة اللي عملتيها؟ بعرف انه اللي عملته مستحيل تقدروا تنسوه. انت كنت اب لابني كرم، وكنت سندنا الوحيد بهالحياة من لحظة اللي تركنا ابوه، وما كان لي حق اني عايشك هالوجع كله. انا غلطت بحقكم، ديروا بالكم على مراد. انا ما عاد لي مكان بيناتكم، ما فيني اطلع بعيونكم مرة تانية، ما فيني اعيش معكم. اه يا عمر، اه يا بنتي. مريم خانم، لا تمشي. خليكي معنا. حاسة فيكي. لما ضاع ابني كنت مستعدة أخذ أولاد من أمهات تانية. هذا الوجع ما بينحمل. بس أنت لما رجعتي لي ابني لحضني، رجعتي لي كل دينتي. يعني رح تقدري تسامحيني؟ زعلانة منك. من اليوم ورايح منداوي جروحنا سوا، ومراد رح يكون المرهم لهالجروح. عمران، أختي، نحمد الله ونشكره. بشكرك يا ربي لأنك رجعت لي مراد، رجعت لي حياتي عمران. هلأ صار فيني اتنفس. أعطيني يا ألي، خليني ضمه وإشبع منه. تعا تعا. شو كنت مشتاق لريحته. شو هالقلب اللي عندك؟ ليش؟ أي حدا بينحط بهيك موقف مستحيل يسامح لأختي. ما فيني أزعل منها عمران. أنا دقت وجع، شو عانت وبشو حست. لما ضاع مراد وقتها فكرت حالي إني رح أجن. لو كانت بوعي ما كانت بتعمل هيك شي. هي بحاجة لمساعدتنا هلأ. نحن رح نوقف جنبها، هذا واجبنا. رفيف خانم رضعي من حليبك، ابنكم لسه ما تعافى بشكل كامل، وأفضل علاج لإله حليبك، وإذا ما قدرتي ترضعيه رح نضطر ندخله على المشفى. إذا رضعته بطيب؟ لشو هي الإبرة؟ رح أخد عينة من دم مراد. إيه بس لشو بدك الدم؟ لازم أخد عينة من دمه، ونتيجة التحليل رح تساعدنا حتى نحدد العلاج. كشفيني عن رجله.
يا روحي. الدكتور وجعك يا عمري؟ غليص هالدكتور، وجع لي ابني. كان لازم ياخذ عينة دم، وطبيعي الإبرة توجعه. ما شفتوا قديش بكي؟ ما بكي من الوجع. ابني يا بضاي قوي وطالع لأبوه. قديشك ممثل شاطر، على أساس ما تضايقت. هالأزعر قدر إنه يخوف أهله. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف عمران والله. كل اللي بعرفه إني هلأ رح شيله جوات عيوني.